طب احنا طيب لمزيد من الاخبار ونعرف الوضع ايه كمان في ارض الملعب هناك، في ملعب او سفح الهرم اللي بتقام عليه بطوله مصر المفتوحه للسكواش، معانا زميلنا العزيز شادي نبيل من ارض الملعب. ازيك يا شادي؟ الحمد لله كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار عندك؟ طمنا ولينا الفاينل ايه الدنيا ماشيه ازاي، الامور عندك ماشيه ازاي يا شادي؟ وطبعا في الوقت الحالي في فاينل السيدات ما بين ران جوهر المصنفه الاولى وهانيا الحمامي المصنفه الثالثه. النتيجه في الاشواط 2-1 لصالح هانيا، كانت قدرت اللي هي تفوز بالشوط الاول 11-7، لكن ران قدرت تفوز بالشوط الثاني 13-11، وفي شوط سريع جدا هانيا قدرت تفوز بالشوط الثالث 11-3، متقدمه حاليا 7-1 وبتقترب من التتويج باللقب. زي ما احنا عارفين هانيا قدرت اللي هي تتغلب بالامس على نور الشربيني المصنفه الثانيه على العالم 3-1، في حين نوران جوهر قدرت اللي هي تفوز على اماندا صبحي. والفاينل مباراه قويه جدا، بتميل الكفه حاليا الجانب بتاع هانيا، وده هيبقى ريكورد كويس فيها اللي هي فوزها بالبطوله، بيقربها ممكن في التصنيف الجديد او التصنيف الاسبوعي، ممكن تخش تبقى الثاني على العالم مكان نور الشربيني. بس يعني شادي، يعني شفنا الفتره الاخيره طبعا نور الشربيني قعدت فتره متسيده اللعبه كذا بطوله عالم ورا بعض، يعني هل ستشهد الفتره اللي جايه صعود بقى يعني هانيا الحمامي وصعود نوران جوهر، خاصه ان هم الاول والثاني، يعني قصدي اقول لك او الاول والثالث عشان اكون دقيق، شايف يعني نور الشربيني الفتره اللي جايه يعني هنشوف عصر جديد في الاسكواش العالمي؟ زي ما حضرتك اوضحت يا كابتن هيثم، هو فعلا يعني يا نور كانت تسيدت التصنيف العالمي فتره طويله لحد ما قدرت نوران ان هي تنتزع منها الصداره، داخلين على سنه دلوقتي هي نوران هي التصنيف الاول على العالم، لكن هانيا بتعود او قادمه بقوه للمنافسه على التصنيف الاول. زي ما حضرتك عارف الاسكواش النسائي يعني تسيد مصري كامل ليه، وخاصه بعد عوده نور الطيب للمشاركه في البطولات ودخولها ضمن التوب 5، فاعتقد ان هانيا في الوقت الحالي قادره على الوصول للتصنيف الاول، وهتنافس بشده نوران جوهر ونور الشربيني اللي اعتقد اللي هي مش هت يعني هتبقى مكتوفه اليدين في البطولات اللي جايه، لا هتحاول بشتى الطرق اللي هي ترجع تاني لان التصنيف الاول على العالم خاصه اللي هي احسن لاعبه واكثر لاعبه فازت ببطولات العالم 6 مرات، فيهمها جدا ان هي تعود لصداره التصنيف مره ثانيه، و يعني نتمنى ان الاسكواش النسائي على العالمي يفضل تحت السياده المصريه، واحنا عارفين طبعا ان امينه عرفي كانت كسبت بطوله العالم تحت 19 سنه، فبالتالي برضو الناشئات بيضموا على الجيل الكبير وبيحتفظوا بالصداره المصري. طب شادي، تقيم البطوله ازاي؟ يعني انت حضرت البطوله وفعالياتها كلها تقريبا، تقيم البطوله يعني البطوله دي بتعمل كل سنه، بتقيمها ازاي البطوله دي؟ يعني شايف البطوله دي فيها حاجه مختلفه ولا يعني كسابقها من البطولات السنوات اللي فاتت؟ لا، مستوى البطوله دي خاصه في منافسات الرجال كانت في مباريات قويه جدا، يعني بالامس الاثنين سيمي فاينل سواء علي فرج في مواجهه مصطفى عسل او بول كول في مواجهه تيجو اليات، مباراتين قويتين جدا، خروج الشرباجي من الدور ربع النهائي برضو دي كانت مفاجاه، فاعتقد المباريات البطوله دي السنه دي تعتبر اقوى من السنوات السابقه. مباريات السيدات برضو كان بتشهد فيها صعوبه، ما فيش ماتشات يعني تقريبا ما فيش ماتشات خلصت 3-0 غير في الادوار الاولى، فبالتالي لا البطوله قويه جدا وهتبقى استعداد جيد للاعبين واللاعبات المصريات للبطوله القادمه اللي تعتبر اقوى اللي هي يو اس اوبن اللي هتقام في اول 10، واتوقع ان شاء الله نهائي الرجال هيبقى يشهد منافسه قويه جدا بين المصنف الاول والثاني علي فرج وبول كول، ونتمنى التوفيق لعلي فرج ان شاء الله ويستمر في حظه للبطوله. اكيد طبعا، بشكرك يا شادي على التحليل الجميل حقيقه، شادي نبيل زميلنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا على تحليلك للبطوله ويعني رؤيتك للبطوله، فعلا بطوله قويه. وانا يعني معلش اضيف كمان من الشعر بيت، ان بعد اختفاء فيروس كورونا على مستوى العالم ده ادى قوه لكل بطولات العالم، لان خلاص بقى كل بيشارك وكل بيبقى عنده فتره يتعدى احسن. فاذا بعد غياب الفيروس كورونا يا رب لا يعيده تاني ايام الحقيقه، وربنا يرحم كل طبعا يعني طبعا توفاهم الله في هذه الجائحه، يا رب ما يعيد ايام تاني. ولكن الرياضه بتشهد دلوقتي طفره كبيره جدا طبعا مع حريه التنقل ما بين الدول والمعسكرات.